أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائد أمتنا النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، طالباتي الحبيبات، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد مع وموعد جديد مع الثقافة الإسلامية، وكنا بالتحديد نتحدث عن مصادر الثقافة الإسلامية. تحدثنا في اللقاء الماضي عن أول مصدر من المصادر من مصادر الثقافة الإسلامية، وهو القرآن الكريم. نعدد معا ما هي مصادر الثقافة الإسلامية لنأتي بها على الواحدة تلو الآخر. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. لدينا عدة مصادر للثقافة الإسلامية نستطيع أن نستقي منها أحكام الشريعة. أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة النبوية، ثم بعد ذلك الفقه، السيرة النبوية والفقه الإسلامي بما لديه من فروع كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب والعرف وشرع من قبلنا، ثم بعد ذلك نأتي إلى التاريخ الإسلامي كمصدر من مصادر الشريعة الإسلامية، وأخيرا اللغة العربية. كنا في اللقاء الماضي قد تناولنا الحديث عن القرآن الكريم، عرفنا القرآن الكريم وتعرفنا على أسماء القرآن الكريم وأوصاف القرآن الكريم، وكذلك مراحل نزول القرآن الكريم، وكذلك قلنا أو تحدثنا عن ترتيب سور القرآن الكريم، هل هو توقيفي أو توفيقي، والرأي الجامع بينهما. واليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن أو سنكمل حديثنا عن المصدر الأول من مصادر الشريعة الإسلامية أو من مصادر الثقافة الإسلامية، وهو القرآن الكريم. سنتناول تحديدا بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث عن جمع القرآن الكريم. من باب المراجعة السريعة نقول، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم نسخة للقرآن الكريم؟ تفضلي. نسختان، بارك الله فيك. النسخة الأولى، بارك الله فيك، كان هناك نسختان، نسخة في الصدور ونسخة في السطور. النسخة التي كانت في السطور كيف كتبت أو على أي الوسائل كتبت؟ تفضلي. بارك الله فيك، إجابة رائعة. إذا كتبت على الوسائل البدائية التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كالحجارة الرقيقة، اللخاف، وعسب النخيل، والكثير من الوسائل البدائية والجلود، وكذلك في هناك وسائل كثيرة بدائية بسيطة. كانت مشكلة هذه الوسائل البدائية أنها قابلة للتلف بشكل سريع، بشكل سريع. ولذلك يعني يتبادر إلى ذهني السؤال، هل جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أريد إجابة. هل جمع القرآن جملة واحدة في بين دفتي المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضلي. لم يجمع، لماذا؟ تفضلي. هنا لم نتحدث أو لم نتطرق إلى السنة، أنا أسأل، هل جمع في مصحف واحد أو في كتاب واحد كقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ رائعة، رائعة، إجابة رائعة، بارك الله فيك. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن الكريم طوال حياته ما زال يتنزل، ونحن علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفى سيتوقف نزول الوحي. إذن كانت آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كانت هي هذه آخر آية نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بوفاة النبي انتهى نزول الوحي. كيف سنجمع القرآن بين دفتي المصحف ونحن في كل يوم ننتظر نزول آية؟
أليس كذلك؟ ولذلك القرآن فعليا لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ما زال مكتوبا على الوسائل البدائية التي كانت في عصرهم. انتقلنا من بعد وفاة النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم إلى عهد الخليفة الأول، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ما الشيء الغريب أو الشيء المستجد الذي حدث في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ طيب، هل جمع القرآن في عهد أبي بكر؟ بالتأكيد. لماذا؟ ما السبب الرئيسي؟ تفضلي. صلى على رسول الله. الآن هناك وبعد وفاة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، استلم الخلافة من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فظهر هناك أمر جلل كان جديدا على المسلمين آنذاك، وهو الردة. فعندما حكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه المسلمين، طالبهم بماذا؟ بالزكاة. فامتنع عدد كبير من المسلمين آنذاك، وقالوا كنا ندفع الزكاة لمن؟ للرسول، والرسول توفاه الله، إذن لن ندفع الزكاة. ماذا كان ردة فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ ماذا كان لكن ردة فعله اتجاه هؤلاء المرتدين؟ قام، بارك الله فيك، قام بمحاربتهم ومقاتلتهم. لماذا؟ لأنه اعتبر أنهم مرتدون. طب لماذا اعتبرهم مرتدون؟ لأنهم أنكروا ركنا من أركان الإسلام وهو الزكاة، بارك الله فيك. فقال أبو بكر، قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وبالفعل حدثت حروب الردة، والتي كان من آثارها الوخيمة على المسلمين استشهاد 70 حافظا من قراء أو من حفظة كتاب الله، بمعنى أن 70 نسخة ضاعت، 70 نسخة فعليا باستشهادهم، ضاعت 70 نسخة في صدور هؤلاء الصحابة عندما استشهدوا. هنا من الذي شعر بالخطر؟ عمر، بارك الله فيك، الذي شعر بهذا الخطر المحدق بهذه الأمة الملهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فماذا فعل؟ أشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بجمع القرآن الكريم، بجمع القرآن الكريم. إذن السبب الرئيسي في جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حروب الردة، والتي كان من آثارها السلبية للأسف الشديد ضياع عدد كبير من النسخ التي في الصدور، التي كانت بين جنبي الصحابة الشهداء رضوان الله عليهم. فخوفا على ضياع القرآن وهذه النسخ المتوفرة الآن التي قد تضيع مستقبلا، قاموا بجمع القرآن الكريم. من كلف لهذه المهمة؟ من كلف؟ تفضلي. زيد بن ثابت. لماذا زيد تحديدا؟ تفضلي. أول صفة يتمتع بها، بارك الله فيك، أنه كان من كتاب الوحي، بمعنى أنه لم تنزل آية إلا ومرت عليه وكتبها بأنامله الشريفة، فهذا يجعل من المرشحين لهذا المنصب. تفضل. ما علاقة الأمانة والصدق، بارك الله فيك، لكن ما علاقة الأمانة والصدق بجمع القرآن؟ ما حاجتي لصفة الصدق والأمانة؟ بارك الله فيك، أنت رائعة. إذن هذا الإنسان الصادق الصدوق الأمين أستطيع أن أأتمنه على أقدس المقدسات وهو كلام الله سبحانه وتعالى. على الأقل آمن خيانته للعهد، وآمن تغييره، وآمن تبديله، وآمن تحريفه، وآمن الزيادة، وآمن النقص، أليس كذلك؟ إذا لم تعجبه آية، آمن أن هذا الإنسان لن يحذفها، أليس كذلك؟ إذن عرف زيد بن ثابت بصدقه وأمانته وورعه، وهذا أمر مهم جدا في جمع القرآن الكريم. تفضلي. بارك الله فيك. هذه الشخصية الرائعة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهذه المهمة
التي أعتبرها من أعظم المهمات التي كلف بها إنسان في تاريخ البشرية. هذه المهمة تحتاج إلى إنسان ذكي، وتحتاج إلى إنسان فطن، وتحتاج إلى إنسان جلد وقوي وشاب. لماذا؟ حتى يستطيع أن يكمل هذه المهمة. لكن لو تخيلنا أن هذه المهمة أوكلت لرجل سبعيني، قد لا يستطيع أن يكمل هذه المهمة بعد سنة أو سنتين، أليس كذلك؟ لكن زيد بن ثابت كان معروفا كان شابا وكان ورعا وكان أمينا وكان تقيا وكان جلدا وكان صبورا وكان من كتاب الوحي. هذا ما جعله أو ما جعل الاختيار عليه في جمع القرآن الكريم. ما الفائدة أو لماذا جمع القرآن الكريم؟ تفضلي. بارك الله فيك. سبق وأن قلنا في البداية بأن النسخة الأولى التي كانت موجودة هي التي في السطور، أليس كذلك؟ والتي كانت في السطور كانت على وسائل مختلفة. هذه الوسائل المختلفة هي عبارة عن قطع متناثرة تحتاج إلى ماذا؟ إلى جمع، إلى جمع حتى لا تضيع. إذن أول فائدة من فوائد جمع القرآن الكريم البحث عن القطع المختلفة وجمعها قبل ضياعها. تفضلي. بارك الله فيك. قلنا من أهم الأسباب التي فكر فيها أو جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقوم بجمع القرآن أن هذه الوسائل التي كتب عليها القرآن تعتبر وسائل بدائية قابلة للتلف، قابلة للتلف. إذا نحن نريد أن نجمعها في صحف قابلة للاحتفاظ بهذا بالمكتوب فيها إلى مدة أطول لنقلها إلى الأجيال التي بعد الصحابة رضوان الله عليهم. ثانيا تفضلي. بارك الله فيك. تحديد الكتابة في صحف مجتمعة قلنا صالحة للكتابة عليها، واتصال السند الكتابي. معنى اتصال السند الكتابي أي أن هذه الآية عندما جاء بها زيد، من الذي كتبها وممن سمعها وعمن أخذها، هذا هو السند. عن فلان عن فلان عن فلان. ما فائدة السند الكتابي؟ السند الكتابي يعطيني ثقة بالمكتوب، اطمئنان للمكتوب. الآن عندما يأتيك أي خبر، من أين سمعت هذا الخبر؟ والله قالوا سمعنا. من الذي قال؟ نحن نثق بما يقال حسب من قاله. فإذا قاله ثقة، أمين، حافظ، أستطيع أن أخذ كلامه على محمل الثقة، أليس كذلك؟ فاتصال السند الكتابي مهم جدا للاطمئنان إلى أن هذا القرآن إنما جاء فعلا متواترا. وقلنا من تعريف القرآن الكريم أنه جاء متواترا. معنى متواتر أن السند متصل من أوله إلى منتهاه ولم يكن فيه انقطاع. فنحن نطمئن إلى أن كل آية في هذا القرآن الكريم إنما كانت من عند الله سبحانه وتعالى. هذا العهد الأول الذي جمع فيه القرآن الكريم. انتقلنا من عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كان هناك أيضا حدث جلل في عهد عثمان بن عفان، ألا وهو، تفضلي. رائع، بارك الله فيك. كان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان هناك فتوحات إسلامية. ومعنى وجود فتوحات إسلامية أي دخول عدد كبير من المسلمين للإسلام. معنى دخول عدد كبير من المسلمين إلى الإسلام، نحن نعلم أن من دخلوا إلى الإسلام منهم العرب ومنهم العجم، منهم العرب ومنهم العجم. ولذلك سنجد أن هناك لهجات مختلفة ولغات مختلفة أثرت على القراءة في القرآن الكريم. وظهر هذا جليا وواضحا عندما حصل اختلاف شديد بين أبي موسى الأشعري بارك الله فيك وبين ابن مسعود رضي الله عنهما. فكان كل منهما يقرأ بقراءة. اشتد الخلاف بين المسلمين وكاد يخطئ بعضهم بعضا. أنت خطأ، لا أنا صح، أنا هكذا أقرأنيها، لا ما هكذا أقرأنيها. فكادت أن تحدث فتنة بين المسلمين، كادت أن تحدث فتنة بين المسلمين. ما الحل لوأد هذه الفتنة؟
فرأى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع المسلمون على قراءة واحدة وهي قراءة الإمام حفص، وهي قراءة الإمام حفص، أليس كذلك؟ إذن الآن على فكرة ومن باب التنبيه، كيف جمع القرآن في عهد عثمان؟ كيف جمع القرآن في عهد عثمان؟ تفضلي. إذن بارك الله فيك، إذن هل هو فعليا جمع ولا نسخ؟ نسخ. إذن حتى كلمة جمع القرآن في عهد عثمان ليست دقيقة، لأن القرآن كان مجموعا وجاهزا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكانت النسخة والمرجع الأساس موجودة عند مين؟ موجودة عند حفصة، موجودة عند حفصة. فماذا فعل عثمان؟ أرسل إلى حفصة أن هاتي النسخة التي بين يديك، فأمر بنسخها. إذن النسخة مجموعة لكنه أوجد عدة نسخ من هذه النسخة. قيل كم نسخة؟ طبعا هناك رأيان في المسألة، قيل بأنها 4 نسخ وقيل بأنها 7 نسخ. ال4 نسخ تم توزيعها على الكوفة والبصرة والشام، وواحدة تركها عثمان عنده. لماذا؟ لتكون مرجعا للمسلمين عند الاختلاف، لتكون مرجعا للمسلمين عند الاختلاف. وقال بعض العلماء بأنهم 7 نسخ، الكوفة والبصرة والشام بالإضافة إلى مكة واليمن والبحرين. إذا جمع الناس على قراءة واحدة خوفا من الوقوع في فتنة المصحف. واضح الكلام؟ هل هناك سؤال؟ كلام رائع. إذن لو جئنا باختصار شديد وردنا أن نلخص ما الدوافع والبواعث والأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن أنه كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا كتب ووثق؟ إذن كتبوه الصحابة على الوسائل البدائية للاحتفاظ به إلى الأجيال القادمة. بارك الله فيك. في عهد أبي بكر لماذا جمع القرآن؟ بسبب حروب الردة واستشهاد 70 صحابيا رضي الله عنهم أجمعين. أما في عهد عثمان للقضاء على الفتنة، أي فتنة؟ أي فتنة الاختلاف على القراءة، فتنة الاختلاف على القراءة. بارك الله فيكم جميعا. نأتي الآن إلى آخر بند نتحدث فيه عن القرآن الكريم، وهو أسماء السور في القرآن الكريم. لو قلنا سورة البقرة نسميها من السور الطوال، آل عمران طوال، النساء طوال. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع السور، يعني طريقة حسب طولها وقصرها، أول نوع من أنواع السور وهي السور الطوال. طيب عكس الطوال اللي احنا والتي نسميها القصار المفصل. ولماذا سميت المفصل؟ لسرعة. أريد واحدة لو سمحتم، تفضلي. بارك الله فيك. لكثرة الفصل وسرعة الفصل بين سورة وأخرى. طب سرعة الفصل لماذا؟ لماذا نسرع في الفصل ونكثر من الفصل بين السور؟ لقصر السور. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. نكمل السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. فهناك في سرعة في الفصل، لكن تعالوا للبسملة بين سورة البقرة وآل عمران، هناك زمن طويل جدا للفصل بين السورة والسورة. إذن متى يكون هناك سرعة في الفصل؟ في قصار السور، ولذلك سميت المفصل. المفصل. وأيضا لدينا المؤون. ما معنى المؤون من كلمة مؤون؟ باختصار شديد هي الصور التي حوالي 100، أقل منها قليلا أو أكثر منها قليلا. وهناك صورة نقرأها دائما في كل جمعة، عدد آياتها 100 110، وهي سورة
تعتبر من السور المؤون لأنها حوالي المئة، حوالي المئة. إذا المؤون هي السور التي تعتبر قريبة من المئة، أقل قليلا أو أكثر قليلا. واضح؟ تمام. وأيضا لدينا الصور المثاني. الصور المثاني هي الصور التي تعتبر أقل من المئة، لكن مش بالقليل، ليس بآية وآيتين وثلاثة، لا، وهي الصور التي تعتبر أكثر من المفصل، مثل سورة الدخان، سورة قاف، سورة الرحمن. هي صور بعيدة عن المئة، 60 70، تمام. هي صور قريبة من عدد 60 70 80 40، ولكن ليست قريبة من المفصل وليست قريبة من المؤون، ولكنها بينهما، فهي اللي هي الحل الوسط أو العامل الوسط بين المفصل والمؤون. هي هذه باختصار صور القرآن أو أسماء صور القرآن الكريم. واضح؟ تمام الأمور؟ تمام. نأتي الآن إلى المصدر الثاني من مصادر، من مصادر الثقافة الإسلامية. بارك الله فيك. قلنا المصدر الأول من مصادر الثقافة الإسلامية القرآن الكريم. انتهينا تقريبا من كل محاور القرآن الكريم، لننتقل الآن بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المصدر الثاني من مصادر القرآن، من مصادر الثقافة الإسلامية، وهو السنة النبوية. ما تعريف السنة؟ تفضلي. بارك الله فيك. اصطلاحا تفضلي. بارك الله فيك. لو جئنا الآن إلى تعريف السنة، السنة لغة هي العادة أو الطريقة المتبعة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. قد يكون من عادة إنسان ألا يخرج إلا متوضئا، فهذه عادة محمودة. بارك الله فيك. بخلاف ما يكون هناك إنسان كلما غضب دخن، تناول سيجارة، هذه عادة، لكن هذه عادة محمودة أم مذمومة؟ مذمومة. إذا نقول هذه سنته، أي طريقته التي تعود عليها. هذا في اللغة. أما عندما نتكلم عن السنة اصطلاحا، نخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل نستطيع أن نقول أن سنة النبي منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم؟ إطلاقا، ولا علاقة لها بهذا الأمر. كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم محمودة، لا نقاش في هذا الأمر. نحن نتكلم الآن عن السنة اصطلاحا، وهي المقصود بها سنة النبي، وهي ما أضيف أو أثر للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، صفة خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعد البعثة أو إشارة. وصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا. الآن ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول، أي كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة قولية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، هذا حديث قاله النبي فيعتبر سنة قولية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، سنة قولية. نأتي للسنة الفعلية، وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه كأداء مناسك الحج وكيفية الصلاة. بارك الله فيك. التقرير هو ما فعله فعليا الصحابة وأقره النبي وقبل بفعلهم، إما عن طريق التأييد والاستحسان بأن علق أن فعلهم حسن، أو على طريق السكوت.
لأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر رضا، رضا عن فعل هؤلاء الصحابة. بارك الله فيك رنا. إذن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر رضا عن فعل هؤلاء الصحابة، وإلا لو لم يكن النبي راضيا عن فعلهم لماذا فعل؟ لنهاهم واعترض، أليس كذلك؟ صحيح. بالنسبة للصفة الخلقية والخلقية، الصفات الخلقية كان خلقه القرآن، بمعنى الصفات الخلقية التي تتكلم عن صفات النبي كصفات، أما الخلقية هي التي تتكلم عن هيئة النبي وشكله الخارجي. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعيا، ليس بالطويل ولا بالقصير، كان النبي أبيضا مشرئب بحمرة. إذن وصف النبي الذي جاء في السنة يعتبر صفات خلقية. أما كان كريما شجاعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا وأجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة. صفة الجود والكرم عند النبي صفات خلقية، بارك الله فيك، أو سيرة. السيرة قد تكون قبل البعثة، كمولد النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه من خديجة ورعايته للأغنام وتجارته وحادثة شق الصدر، كل الأمور التي حدثت مع النبي قبل أن يكون نبي تعتبر سيرة قبل البعثة، أو سيرة بعد البعثة، وهي التي حصلت للنبي بعد أن أصبح نبيا كزواجه من أمهات المؤمنات ما عدا خديجة، والإسراء والمعراج، وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك العديد جدا من الأحداث. نحن نتكلم عن عمر كم سنة في النبوة؟ كم سنة؟ ثلاث. من قالت 23؟ ممتازة، بارك الله فيك. 23، كم منها في مكة وكم في المدينة؟ 13 في مكة و10 في المدينة، بارك الله فيك. في أي عام أو كم كان عمر النبي عندما كلف بالنبوة؟ 40 عاما. كم كان عمره عندما توفي؟ 23 زائد 40 يساوي 63 عاما، بارك الله فيكم جميعا. نأتي الآن إلى أبو إشارة، بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وهذا يدل على قرب منزلة كافل اليتيم من النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الآن نتكلم عن مكانة السنة. إذن تعرفنا على تعريف السنة في اللغة والاصطلاح. ما هي مكانة السنة في الإسلام؟ بمعنى، أليس القرآن مهم؟ ما فائدة السنة؟ ألا نستطيع أن نستغني بالقرآن عن السنة؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ تفضلي. الحديث والقرآن مكمل، يعني السنة تكمل القرآن. كيف تكمل القرآن؟ بارك الله فيك. السنة النبوية ماذا تفعل؟ أولا السنة تعتبر تابعة للقرآن ومبينة له. السنة تابعة للقرآن ومبينة له، بمعنى أن هذه السنة في كثير من الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم أيضا جاءت بها السنة لتؤكد عليها. وربما جاءت هناك بعض الأحكام في القرآن الكريم مجملة تحتاج إلى تفصيل. أين فصلت؟ في السنة النبوية، بارك الله فيك. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن أنزلنا إليك الذكر، أي القرآن يا محمد. قلنا الذكر اسم من أسماء القرآن، أخذناه في أسماء القرآن الكريم. إذن الذكر اسم من أسماء القرآن الكريم. طيب لماذا جئت بك يا محمد إلى هذه الدنيا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن مكانة السنة في القرآن، أولا قد تكون الأحكام تابعة للقرآن ومؤكدة لما جاء في القرآن، أو قد تكون هذه الأحكام مبينة لما جاء مجملا في القرآن، أو مفصلة لما جاء مجملا، أو مبينة لما جاء مبهما، تشرح الأشياء التي وجدت في القرآن بالنسبة لنا قد لا تكون لفهمنا واضحة، فجاءت السنة لتوضحها. وهناك
ميزة أو وظيفة للسنة رائعة جدا، وما كنا لنعبد الله سبحانه وتعالى بالقرآن وحده لولاها، وهي أن السنة النبوية اشتملت على أحكام. أيوة بارك الله فيك، ليست موجودة في القرآن. فلو قلنا حرمة النمص للنساء، أعطيني آية تدل على حرمة النمص للنساء، لا يوجد. لكن لعن الله النامصة والمتنمصة، أعطيني دليلا من القرآن يحرم الوشم، لا يوجد. الحديث الواشمة والمستوشمة، بارك الله فيك، لبس الذهب والحرير للرجال، أشياء حرمة الجمع بين البنت وعمتها وبنت وخال والبنت وخالتها، أن تكون البنت وعمتها على ذمة رجل واحد بين قوسين ضرائر، لا يجوز. لماذا؟ طبعا لم يرد بهذا أي حكم في القرآن، ولكنه ورد في السنة. إذا لو لنقل، هل نستطيع أن نتعبد الله بالقرآن وحده؟ لا. لماذا؟ لو قلت لك بآية وأقيم الصلاة، قومي صلي، هل تستطيع الصلاة؟ ستسأليني كم أصلي، كم عدد ركعاتها، ما هي أوقات الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي شروط الصلاة، ما هي الصلوات المسنونة، ما هي الصلوات الواجبة، متى تكون هناك صلوات مكروهة، ما هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وما إلى ذلك. هذه أحكام ألفت فيها كتب، لكنها جاءت بآية واحدة وأقيموا الصلاة. إذن للسنة دور عظيم جدا في ثقافتنا الإسلامية، فهي تشرح وتبين وتوضح وتقيد وتخصص ما جاء في القرآن الكريم، أو تأتي بأحكام ليست موجودة في القرآن الكريم، أو تؤكد على أحكام موجودة في القرآن الكريم. هذا بخصوص السنة النبوية المطهرة. إذن لنرجع قليلا، المصدر الأول من مصادر الثقافة القرآن، الثاني الثالث السيرة النبوية. نريد يعني أن نحافظ على الترتيب في أذهاننا. السيرة النبوية، ما تعريف السيرة النبوية؟ تفضلي. بارك الله فيك. لو جينا إلى السيرة النبوية، عندما نقول لك هل تحفظ السيرة أو تفهم السيرة أو هاتي دليل من السيرة على كذا، أول ما يتبادر إلى لأذهاننا هو سجل حياة النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته وحتى وفاته صلى الله عليه وسلم. كيف وصلت إلينا السيرة؟ بارك الله فيك، وصلت إلينا بالخبر الصحيح وبالتواتر، بارك الله فيك. السيرة النبوية عندنا ليست كقصة عظيم من العظماء ولا قائد من القواد لنقول أنه فعل كذا وأنجز كذا ومات في يوم كذا. إحنا عندما نتكلم عن حديث أو عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر مختلف تماما. لماذا؟ لأن السيرة لها ميزتان تختلف عن سيرة أي إنسان في البشرية. تفضل. أولا، عندما نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فسيرته واضحة لا لبث فيها، واضحة لا لبس فيها. وماذا أيضا؟ هل يوجد أي لغز في حياة النبي ليس له حل؟ هل يوجد في محطة من محطات النبي صلى الله عليه وسلم أي غموض؟ بالعكس، حياته واضحة. ونحن يعني تعلمنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كان طفلا وكان يتيما ورباه غير أهله، ثم بعد ذلك كيف اشتغل برعاية الأغنام. بغض النظر كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت في بعض محطاتها حزينة أو في بعض محطاتها رائعة أو في بعض محطاتها فيها إنجاز أو ما إلى ذلك، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العاطرة من أولها إلى منتهاها بالنسبة لنا واضحة، لا شك فيها ولا إشكال فيها ولا غموض ولا لبس، واضحة. ثم الصفة الثانية أو الميزة الثانية وهي الشمول. ما معنى الشمول؟ تفضلي تفضلي. فهي شاملة لكل النواحي الإنسانية
بارك الله فيك. لو نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحن تحدثنا أو عرفنا سيرة النبي، عرفناه رجلا، عرفناه عظيما، عرفناه أبا رحيما، وعرفناه زوجا لطيفا، وعرفناه جارا كريما، وعرفناه صديقا حميما، وعرفناه صلى الله عليه وسلم قائدا فذا عسكريا، وعرفناه مناورا سياسيا رائعا. كان النبي في كل محطات حياته أنموذجا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك زاوية من زوايا الحياة إلا وكان علما ورائدا فيها. إذا لم نعرف النبي كنبي كداعية فقط، وإنما عرفنا علاقته بأبي بكر كصديق، وبعائشة كزوج وخليل، وببنته فاطمة كأب عطوف رحيم. عرفنا علاقته بأعدائه، كيف يتعامل معهم وكيف يحاورهم وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعاهدهم، أليس كذلك؟ إذا تطرقنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع جوانب حياة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما جعل الغرب والشرق يدين لهذا القائد العظيم ويشهد له بما لم يشهد به لغيره، لأنه لم يكن فقط متميزا في جانب واحد، وإنما في كل جوانب حياته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى المصدر، من مصادر الثقافة الإسلامية، بارك الله فيك. المصدر الرابع من مصادر الثقافة الإسلامية وهو الفقه الإسلامي. نعرف الفقه لغة، عندما أقول هذا إنسان فقيه بمعنى إنسان فهمان، لديه فهم، إذن الفقه بمعنى الفهم. طيب، في اصطلاح الأصوليين ما تعريف الفقه؟ تفضلي. بارك الله فيك، نأتي عليها واحدة واحدة. هي العلم، الفقه اصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من مصادرها التشريعية. كلام واضح؟ لنشرح التعريف. أولا، الفقه بمعنى العلم، أن أكون عالما أو عارفا بماذا؟ بالأحكام الشرعية. عندنا الأحكام الشرعية اللي هي التكليفية كم حكم؟ الأحكام الشرعية كم حكم؟ خمسة أحكام، الواجب ويقابله الحرام، المندوب ويقابله المكروه، وكذلك المباح. عندما نقول ما حكم الصلاة؟ إذن هذا من الفقه، الصلاة واجبة. عندما نقول ما حكم السواك؟ مندوب أو مستحب، أيضا هذا من الفقه. عندما نقول ما حكم أكل الثوم والبصل في المسجد؟ أن يدخل الإنسان ورائحة الثوم والبصل في فمه؟ مكروه. عندما نقول ما حكم النمص؟ التبرج؟ الوشم؟ لبس القصير؟ لبس الضيق؟ لبس المفتوح؟ إذن كلنا نعرف الأحكام الشرعية وسنحاسب أمام الله. تمام. إذن الحرام، الحلال بين والحرام بين. إذن الحرام يعني من الأحكام الشرعية، وكذلك المباح. ما حكم البيع؟ الشراء، الأكل، الشرب، مباح. القيام، القعود، الأكل العادي يعني الأكل الطبيعي اللي ما فيش فيه
خبث ولا فيه لا لحم خنزير ولا كذا، إذن يعتبر أكله مباح. هذه الأحكام الشرعية التي تطرقنا إليها قبل قليل، العلم بها يجب أن تكون أحكام ماذا؟ ما نوعها؟ عملية. ما معنى عملية؟ يعني تمارس على أرض الواقع، وإنما ليست علمية. بمعنى الآن لو قلت لك ما حكم الإيمان بالله؟ ما حكم الإيمان بالله؟ واجب، صحيح واجب، لكن هل هو حكم عملي ولا نظري؟ الإيمان بالله، الإيمان هنا. ما حكم الإيمان باليوم الآخر؟ واجب ولا أم ليس بواجب؟ طيب هل هو عملي ولا نظري؟ هنا الإيمان، هنا يا بنات. إذا الإيمان أين يكون؟ في القلب. إذا ليس ما حكم الصلاة؟ عملي. حكم الصيام؟ الحج؟ الجهاد؟ حكم الإيمان بالأركان الخمسة، بالأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا إيمان في القلب. الآن الإيمان القلبي هذا نظري وليس عملي، أليس كذلك؟ عندما نؤمن أن هناك ملائكة نظري، لكن ما حكم الإيمان بها؟ ما حكم الإيمان بها؟ واجب. إذن عندما هنا اقتصر على الأحكام العملية يقصد بها، لا يقصد بها أمور العقيدة، وإنما يقصد بها أمور الفقه. عندما نتكلم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر تمام، هذه أمور عقدية وليست أمور عملية. لكن عندما نتكلم في أبواب الفقه، أبواب الفقه ماذا؟ عملية. أبواب الفقه كلها عملية. إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية، وهذا ما يميز الفقه عن العقيدة، هذا ما يميز الفقه عن العقيدة. من أين جئنا بالأحكام التي سقناها قبل قليل؟ مستنبطة من مصادرها التشريعية. ما هي مصادرها التشريعية؟ القرآن والسنة، مصادر التشريع. عندما قال وأقيم، وأقيم فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن الصلاة واجبة. إذن استنبطت الحكم من القرآن. لاحظ أنه لم يقل أن الصلاة واجبة، وإنما أنا ماذا فعلت في الحكم؟ استنبطته استنباط، استنبطته استنباط. واضح الكلام؟ إذن الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية، هذه الكلمة مهمة جدا لأنها تميز بين أبواب الفقه والعقيدة. وهذه الأحكام التي جئنا بها إنما استنبطناها استنباطا من المصادر التشريعية. بالنسبة للفقه الإسلامي يوجد له عدة مصادر. مصادر الفقه الإسلامي ما هي؟ تفضلي. بارك الله فيك، ممتازة جدا. إذن يوجد عدة مصادر للفقه الإسلامي. من هذه المصادر وأولها، في هناك مصدران قبل هذه المصادر في الفقه الإسلامي. إذن لا يمكن للفقه الإسلامي أن تبدأ مصادره إلا بالقرآن والسنة. حتى الإجماع، الإجماع على شيء موجود في القرآن أو شيء استنبطوا من السنة. إذن أول مصادر الفقه القرآن، السنة. لكن لماذا لم تذكر هنا؟ لأنه تم تناولها قبل قليل. لكن لو قلنا أول مصادر الفقه الإسلامي القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، العرف، شرع من قبلنا، واضح، والاستصحاب. بارك الله فيكم. وسنأتي إلى المصدر الأول من مصادر الفقه الإسلامي وهو الإجماع. ما معنى الإجماع؟ تفضل. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أولا هو اتفاق. إذن حتى يسمى إجماعا الأصل ألا يكون في المسألة خلاف، واضح؟ لابد أن نكون جميعا كعلماء متفقين على ماذا؟ على حكم شرعي. إذن هو الاتفاق على حكم شرعي. متى يكون هذا الاتفاق؟ متى يكون؟
في عصر من العصور يشترط أن يكون هذا العصر بعد وفاة النبي. لماذا؟ هل يمكن أن يكون إجماع في عهد النبي؟ ولماذا؟ بالتشريع. إذن لسنا بحاجة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أنا الهدف من الإجماع بيان حكم شرعي معين، صح؟ ما دام النبي موجودا بين أظهرنا، ما الحاجة إلى أن نجتمع ونتفق ما دام النبي موجود؟ نحن مباشرة ماذا نفعل؟ نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والقول ما قال النبي، والحكم ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرط حتى يسمى إجماع أن يكون بعد وفاة النبي وفي عصر من العصور. ما معنى في عصر من العصور؟ إذن هذا الإجماع حتى يتحقق بدهم يكونوا هؤلاء العلماء موجودين في حقبة زمنية واحدة مع بعض، وإلا كيف سيكون بينهم اتفاق؟ إذن في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا سيتفقوا؟ على حكم شرعي، سواء كان هذا الحكم حلال أو حرام أو مكروه أو مستحب. يعني الآن مثلا المساكنة الحرة، معنى المساكنة الحرة اللي هي وجود الرجل مع المرأة في بيت واحد قبل الزواج، تمام، ويعني يفعل ما يفعل المتزوجون حتى يختبروا نفسهم إن كان يعني هذا الأمر يعني يؤدي إلى نجاح الزواج، ثم يقدم بعد ذلك على الزواج. هذه المساكنة الحرة ما حكمها في زماننا؟ حرام، لأنها لا آخر الزمان تسمى الأسماء بغير أسمائها، سموها مساكنة حرة ونحن نسميها زنا وليس لها معنى آخر، أليس كذلك؟ هي صورة من صور الزنا، صورة من صور الزنا. إذن هذا هو المصدر الأول من مصادر الفقه الإسلامي. لنأتي على المصدر الثاني. من منكم لم تجيب اليوم؟ تفضلي. بارك الله فيك. نأتي إلى القياس. القياس هو إلحاق واقعة لا نص فيها بواقع فيها نص. ليه؟ لماذا؟ لاشتراكهما في العلة. بارك الله فيك. لاشتراكهما في العلة. لنأتي على مثال، نأتي على مثال في القياس. ما حكم شرب الخمر؟ شرب الخمر، طبعا الدليل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. شرب الخمر حرام. ما هي العلة؟ لماذا حرم الله الخمر؟ لوجود العلة، وهي الإسكار اللي هي ذهاب العقل. كلام صحيح، الإسكار، تمام. الآن في زماننا قد تطرأ بعض الأحكام التي لم يكن لها حكم شرعي في السابق لأنها أشياء جديدة، مثل المخدرات، أليس كذلك؟ نأتي إلى حكم المخدرات. لو جئنا إلى حكم المخدرات، المخدرات تشبه ماذا عندنا في الشريعة؟ الخمر. لماذا؟ لماذا؟ لوجود نفس العلة. ما هي العلة؟ الإسكار، وهو ذهاب العقل. إذا كان لهذا الحكم نفس العلة فيأخذ نفس الحكم، فيكون حكم المخدرات حرام. هذا هو القياس. واضح؟ واضح الكلام؟ كلام صحيح. إذن القياس هو إلحاق واقعة المخدرات لا نص فيها. هل هناك نص يحرم المخدرات؟ لا، بواقع فيها نص مثل الخمر لوجود علة مشتركة بينهما. واضح الكلام؟ إذن لوجود العلة المشتركة بينهما، هذا هو القياس. نأتي إلى الاستحسان. من منكم لم تفضل؟ الاستحسان هو استثناء جزئية من حكم
كل، أليس كذلك؟ هو الاستحسان هو استثناء جزئية من حكم كلي، لكن بماذا؟ شرط أساسي أن يكون الاستثناء هذا ليس بالهوى ولا بالتشهي، وإنما بدليل شرعي. مثل ما حكم قبل قليل قلنا شرب الخمر حرام، لكن لو افترضنا أن هناك رجلا في الصحراء ولم يعكن معه إلا شربة خمر، وكان وصل إلى حالة الاضطرار، الاضطرار بمعنى أنه سيهلك إن لم يشربها، هنا شربها حلال. طيب الحكم الكلي، هذه استثنيناها كجزء كلي بدليل، قال إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. التريمادول الذي يستخدم في بعض العمليات أو في العمليات في الألم الشديد جدا جدا جدا، في الوضع الطبيعي أو الحكم الشرعي العام حرام، لكن قد يستثنى. لماذا؟ لماذا؟ اضطرارا. فقلنا فمن اضطر غير باغ، يعني مش متعدي لحدود الله، ولا عاد فلا إثم عليه. اللي بياخدوه عادي وقع في التحريم، لأنه وقع خلال النص العام، لكن الذي أخذه من باب الاضطرار هذا يجوز ولا إثم عليه، يجوز ولا إثم عليه، وغيرها كثير من الأحكام الشرعية. إذا الاستحسان هو استثناء جزئية من حكم كلي لكن بدليل شرعي. المصدر الذي بعده المصالح المرسلة. ما معنى المصالح المرسلة؟ تفضلي. بارك الله فيك. المصالح المرسلة قلنا هي هي المصالح التي لم يشرع الشارع دليلا باعتبارها أو إلغائها. نركز قليلا، هناك بعض الأشياء وكما قلنا أحيانا تكون مستجدة، يعني جاءت جديدة على مجتمعنا، على أفكارنا، على اختراعاتنا. هذه الأشياء المستجدة فعليا لا يوجد حكم شرعي بحرمتها أو بحلها، يعني هي أصلا لم يكن فيها أي حكم شرعي، أليس كذلك؟ لا باعتبارها يعني أنها تجوز، ولا بإلغائها أنها لا تجوز. هنا هذا الأمر إن كان في وجوده مصلحة فيعتبر، إن كان في وجوده مصلحة يجوز شرعا. أعطيني مثال. تفضلي. العباية الآن كانت موجودة قديما أو شباب، هو ساتر و، لكن هو اسمه حجاب صح؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، فهي فيها وصف الجلباب، لكن ليس المقصود هنا، المقصود شيء لم يكن له اصلا حكم شرعي. مثال مثال. لا طيب نصلي على رسول الله، نصلي على رسول الله. دراسة الثقافات الأخرى كانت موجودة في عهد النبي، وكان بعض الصحابة يتعلمون لغة اليهود حتى يستطيعوا أن يتعاملوا معهم، وبعض الصحابة كان يتعلم في الإنجيل حتى يستطيع أن يرد عليهم، فتعلم اللغة السابقة أو الثقافات الأخرى كان موجودا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو سألتك سؤال من صميم محاضرتنا اليوم، جمع القرآن هل كان في عهد النبي؟ طب هل يوجد دليل على تحريم جمع القرآن الكريم؟ أيضا لا.
إذا لم يكن دليل يوجب جمع القرآن الكريم ولا يوجد أصلا دليل يحرم جمعه. لكن هل السؤال الآن الفيصلي، هل في جمع القرآن الكريم مصلحة للمسلمين؟ بالتأكيد، فيكون جائزا، فيكون حكمه جائزا من باب المصالح المرسلة. يعني جمع القرآن الكريم إيش حكمه؟ ممكن نستخرج حكمه من القرآن إنه بجوز أو لا يجوز؟ لا. من السنة؟ لا، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يجمع القرآن. لكن في المصالح المرسلة نستطيع أن نقول أن جمع القرآن الكريم جائز. أيضا وجود السجون، السجون أن يكون هناك سجن للمجرمين وللقاتلين وللمخربين. الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت سجون؟ لا. طب هل هناك دليل يحرم وجود هذه السجون؟ إذا لا يوجد دليل باعتبارها ولا يوجد دليل بإلغائها. إذا قبل أن نقول يجوز، هل في وجود هذه السجون مصلحة للمسلمين؟ طبعا. أن ننأى بالمجرم عن المجتمع والقاتل عن الناس هذا يحمي الناس، أليس كذلك؟ وفيه أيضا فيه تأديب للمجرم، وفيه تحسين وتقويم لسلوكه، أليس كذلك؟ إذا حتى السجون قالوا بأنها جائزة من باب المصالح المرسلة. واضح الكلام؟ واضح المثال؟ كلام جميل جدا. نأتي الآن إلى بعد الحكم أو المصدر من مصادر الفقه الإسلامي والذي جاء بعد المصالح المرسلة، وهو تفضلي ما معنى الاستصحاب؟ أريد أن أسمع من الطالبة لو سمحتي. تفضلي. الاستصحاب، قالت بارك الله فيك، هو الحكم، هو الحكم على الشيء بماذا؟ بالحالة التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك الحالة. أتصور أن التعريف هكذا مجردا غير واضح، نريد أن نقوم بتوضيح. وعلى فكرة قد تستغربي إنه هذا المصدر من مصادر الفقه الإسلامي ينبني عليه كثير من الأحكام الشرعية التي نحتاجها يوميا ولا نعرف فيها حكما. يمكن يوميا بنحتاج هذا الحكم أن نتعامل معه، لكن للأسف الشديد نحن بسبب جهلنا بديننا لا نستطيع أن نعرف كيف نستخلص الحكم. أضرب مثال بسيط جدا. صلوا على رسول الله. الآن نفترض أن سين من الناس خرج من بيته متوضئا لأنه تعود ألا يخرج إلا متوضئا، أو طالبة وصلت إلى الجامعة، أذن الظهر، أرادت أن تصلي فسألت نفسها هل أنا على وضوء أم لست على وضوء أم ضاع وضوئي؟ الآن ركزي، الأصل في هذه الحالة هو الحكم على الشيء بالحالة التي كان عليها من قبل. ما هي الحالة التي كنت متأكدة أنك كنت عليها؟ الوضوء. إذا تتعاملي على أنك متوضئة ولا تعيد وضوئك، واضح؟ ستسأليني سؤال سأجيب عن كل تساؤلاتكم. دائما ما نردد بدنا نقطع الشك باليقين، صح؟ فماذا نفعل؟ نتوضأ. أنت فعليا قطعتي اليقين بالشك، لأنه اليقين والذي كنت متأكدة منه
الوضوء. ما الذي شككت فيه؟ أيوة بارك الله فيك، عدم الوضوء. أنت عندما غلبت عدم الوضوء وتوضأت ماذا غلبت؟ الشك على اليقين. فهمتم؟ فهمتم؟ إذن استصحاب الحالة التي كنت عليها إلا في حالة واحدة، إلا إذا حتى يقوم دليل على تغير هذه الحالة. الآن أنت قلتي أنا كنت متأكدة أنني جئت على وضوء، وهذه يقين. شككت في عدم الوضوء، أي حالة التي أستصحبها؟ التي كنت عليها من قبل، فلا أتوضأ وإنما أصلي، إلا إذا قام دليل بخلاف ذلك، كأن تأتي لك زميلة وتقول لك رأيتك قد ذهبت إلى الحمام، أليس كذلك؟ الآن في هذه الحالة أصبح عندي بدل الشك يقين بعدم الوضوء، أليس كذلك؟ هذا اليقين، نحن زلنا اليقين الذي هنا بماذا؟ بيقين وليس بشك، هذا هو الفرق، بيقين وليس بشك. إذن الاستصحاب هو الحكم على الشيء بالحالة التي كان عليها من قبل حتى يقوم دليل على تغير تلك الحالة. لو ضربنا مثال معاكس، قمت إلى صلاة الفجر، عندما يقوم الإنسان إلى صلاة الفجر هل يكون على وضوء أم على غير وضوء؟ على غير وضوء. الآن أصبح عندي شك، توضأت أم لم أتوضأ؟ عندما وقفت أمام المغسلة هل غسلت وجهي أم توضأت؟ التبس علي الأمر. الآن أريد أن أستصحب الأصل، الأصل الوضوء ولا عدم الوضوء؟ عدم الوضوء، فماذا أفعل؟ أتوضأ حتى يرد دليل يغير هذا الحال، كأن تأتي أمك وتقول لك رأيتك قبل قليل توضأت للصلاة، هنا يحدث عندي يقين بالطهارة والوضوء، فلا نستصحب الأصل ولا إنما نتعامل على أننا توضأنا. أصبحت المسألة بهذه الصورة واضحة؟ إذا الاستصحاب هو كما قلنا هو الحكم على الشيء بالحالة التي كنا عليها من قبل حتى يرد دليل يغير هذه الحالة. ما لم يرد الدليل ماذا نفعل؟ نستصحب الأصل، نستصحب الأصل، لأن الأصل هو الذي فيه اليقين ولا الشك؟ اليقين وعدم الشك. إذا لا نريد أن نسمع بعد ذلك أننا نريد أن نقطع الشك باليقين، لأنه ما كنا نفعل فعليا هو أننا كنا نقطع اليقين بالشك، اليقين بالشك. نأتي إلى المصدر، المصدر الذي بعده من مصادر الفقه الإسلامي وهو العرف. ما معنى العرف؟ تفضلي. بارك الله فيك. العرف هو ما تعارف عليه الناس. الآن عندما يعني نفكر قليلا أو نتأمل في أحوال الناس من الأعراف التي دخلت علينا، أنه يعني أهل العروس يعزموا أهل العريس، وأهل العريس يقوموا بدعوة أهل العروس للغداء، ويكون هناك حناء قبل الفرح، ويكون هناك أحيانا جهاز معين للعروسة أو جهاز معين للعريس، هدية من أهل العروسة وهكذا. كل هذه الأمور هل كانت موجودة؟ لا، وإنما هي عبارة عن ماذا؟ عادات، تقاليد، أشياء تعارف عليها الناس. ما حكم العرف في شرعنا؟ مباح، لكن إلا إذا من تعطيني الاستثناء لها علامة. العرف مباح إلا 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 أي عرف جديد بالنسبة لنا يعتبر مباح إلا إذا خالف شرعنا، يعني لازم يكون على أصول ديننا. بارك الله فيك، لك علامة. إذن أي عرف نضع على ميزان الشرع
إن وافق ديننا نأخذ به، وإن لم يوافق ديننا لا نأخذ به. يعني من يقوم بعمل 40 للميت، ويقومون بعمل عزاء من أول وجديد، ونحن نعرف أنه يعني بعد 3 أيام الأصل ألا يكون هناك عزاء، أليس كذلك؟ من يفتح العزاء بعد 40 يوم ويبدأ اللطم والندب وإلى آخره بهذه بعد 40 يوم، هل هذا مع أنه متعارف عليه بعد عند الناس، لكن حتى لو تعارف عليه الناس هل يخالف شرعنا أم يوافق شرعنا؟ يخالف شرعنا، أليس كذلك؟ إذن لا يجوز. إذن العرف هو ما وافق شرعنا، أما ما خالف شرعنا فلا يعتد به، فلا يعتد به، واضح؟ وقيس على العرف أشياء كثيرة في مجتمعنا، ضعيها على ميزان الشرع، إن وافقته فأهلا وسهلا ومرحبا، حكمها مباح، وإن لم توافقه فحكمها حرام. واضح؟ واضح أم ليس بواضح؟ واضح. نأتي إلى المصدر الأخير من مصادر الثقافة ولا الفقه؟ الفقه الإسلامي، وهو بارك الله فيك، بارك الله فيك. هناك بعض الأحكام الشرعية يا طالباتي الحبيبات كما هي موجودة في شرعنا، موجودة في شرع من قبلنا، كحكم القصاص. عند اليهود العين بالعين والسن بالسن، صح؟ مش بالبادي أظلم، والجروح القصاص، أليس كذلك؟ إذن عند اليهود من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أماتها فكأنما أمات الناس جميعا، أليس كذلك؟ إذن حرموا، يا أخوات الله يرضى عليكم، إذن هل القصاص كان موجود في شريعة من قبلنا؟ موجود. طيب هل القصاص موجود في شريعتنا؟ موجود. إذن نأخذ أو نستطيع أن نقول بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا، بارك الله فيك، شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا، لكن إن لم يوافق شرعنا لا يوافق. الآن حرم الصيد على اليهود يوم السبت، هل نستطيع أن نقول أن هذه شريعة لنا؟ لا، هذه عقوبة لليهود لأنهم تعدوا وتجاوزوا حدودهم مع الله، أليس كذلك؟ تأديبا لهم الله سبحانه وتعالى منعهم من الصيد يوم السبت، من يوم السبت، تمام؟ الآن هل نستطيع أن نقول هذا شرعهم شرع لنا؟ لا، ليس شرعا لنا، شرعهم شرع لهم، إلا إذا وافق شرعهم شرعنا فيكون شرعا لنا، واضح؟ نحن الآن توقفنا عند آخر محطة من محطات، لم ننتهي من المحاضرة بعد، توقفنا عند آخر محطة من محطات مصادر الفقه الإسلامي، لا، من مصادر الفقه الإسلامي صحيح، لنكمل مصادر الثقافة الإسلامية. بقي معنا كم مصدر؟ اثنان. عندنا المصدر لنقوم بعمل حتى لا يلتبس الأمر، الآن مصادر الثقافة الإسلامية، ما هي مصادر الثقافة الإسلامية؟ أولا القرآن الكريم، ثانيا السنة النبوية، ثالثا السيرة، رابعا الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي له عدة مصادر، ما هي مصادر الفقه الإسلامي؟ القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان، الاستصحاب، الشرع من قبلنا، العرف. أتصور أن هذا التلخيص للمصادر أصبح أكثر وضوحا،
ثم بعد ذلك الآن سنستكمل مصادر الفقه الإسلامي. خامسا وهو ما نحن بصدده الآن، التاريخ الإسلامي، ثم اللغة العربية. أتصور أن الأمر هكذا أصبح أكثر وضوحا، أليس كذلك؟ بلى. طيب نصلي على رسول الله. بالنسبة للتاريخ الإسلامي، عندما نتحدث عن التاريخ الإسلامي نحن نتحدث عن ماذا؟ عن سجل حياة المسلمين. لا، صلوا على رسول الله. عندما تتحدثي عن سجل حياة الصحابة أنت لغيت كل الناس الذين بعد الصحابة. هذا سجل حياة التاريخ الإسلامي، ليس مقتصرا على الصحابة أو الرسول أو التابعين. ركزي في التعريف، هو سجل حياة المسلمين من عصر النبي، يعني من يوم أن كان في هذه الدنيا إسلام، مرورا بعصر الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم القيامة. إذن من حصرت تعريف التاريخ الإسلامي بالصحابة والتابعين ماذا فعلت؟ ضيقت واسعا. نحن الآن وما يحدث في الضفة وفي نابلس وفي جنين نسطر تاريخا إسلاميا مشرفا، أليس كذلك؟ هذا سيكون في سجل تاريخنا الإسلامي إلى يوم القيامة، أليس كذلك؟ إذن لا نضيق واسعا، هذا التاريخ المشرف لن يكون فقط في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم، بل سيكون في كل مرحلة أو في كل عصر كان فيه مسلمون. بارك الله فيك. إذن هو سجل حياة المسلمين من عصر النبي مرورا بالصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى قيام الساعة. الآن أريد أن أسأل سؤال، ضعي علامة صح أو خطأ، يعتبر التاريخ الإسلامي جزء من السيرة النبوية؟ بارك الله فيك. السيرة تعتبر جزء من التاريخ الإسلامي، لماذا؟ لأنها تحدثت عن حياة النبي من مولده وحتى وفاته. لكن سيرة النبي هل تناولت التابعين وأتباع؟ هل تناولت حياتنا الآن؟ لا. ولذلك السيرة جزء من التاريخ، والفقه جزء من التاريخ، والعقيدة جزء من التاريخ، والحضارة الإسلامية جزء من التاريخ، والسلوك الإسلامي جزء من التاريخ، والثقافة الإسلامية جزء من التاريخ. إذن التاريخ الإسلامي هو تاريخ لا يسرد فقط وقائع وأحداث حدث في يوم كذا كذا، لا إطلاقا، وإنما هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن سجل كامل يوثق عقيدة المسلمين وسلوكهم وتعاملهم وحضارتهم وثقافتهم وإنجازاتهم وتطورهم وتطلعهم وانتصاراتهم وحتى إخفاقاتهم. كل ما يمر به المسلمون سيسجل في تاريخهم الإسلامي. هذا الكلام واضح؟ إذن يتميز تاريخنا الإسلامي فعلا بأنه ليس مجرد سرد أحداث، وإنما هو عبارة عن أشياء كثيرة احتواها هذا التاريخ الإسلامي المجيد. ما هو طبعا قلنا أهمية التاريخ الإسلامي، أنه ليس فقط أحداث ووقائع، بل هو أصالة وعراقة وتاريخ وأمجاد وانتصارات للمسلمين من عصر النبي إلى قيام الساعة. سيسجل التاريخ كل ما فعله المسلمون بحروف من نور بإذن الله سبحانه وتعالى. نأتي طالباتي الحبيبات إلى المصدر الأخير من مصادر الثقافة الإسلامية، وهي اللغة العربية. أولاً تعتبر اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، فهذه اللغة العريقة وهذه اللغة المجيدة التي بها نستطيع أن نعرف دلالات الألفاظ، وبها نستطيع أن نستنبط الأحكام. عندما يشكل علينا معنى كلمة نذهب إلى ماذا؟ إلى اللغة العربية. بل إنه من شروط المجتهد
حتى يستطيع أن يكون من علماء المسلمين ومن المجتهدين الذين يؤخذ عنهم العلم وتؤخذ منهم الأحكام الشرعية، أن يكون عالما باللغة العربية. بل إن بعض الاختلافات الفقهية كان أساسها اختلافات لغوية، اختلافات يعني مثلا عدة المرأة المطلقة 3 قروء، أليس كذلك؟ قال في القرآن 3 قروء. بعض العلماء اختلفوا، قالوا 3 قروء أي 3 أحياض أو حيض، وبعضهم قال لا 3 أطهار. ما سبب اختلافهم؟ سبب اختلافهم أن القرء في اللغة بمعنى الحيض أو الطهر، فمن أخذها بمعنى الطهر قال 3 أطهار، ومن أخذها بمعنى الحيض قال هي 3 أحياض أو 3 حيضات. واضح؟ إذن اللغة العربية هي لغة الضاد، هي لغة القرآن الكريم، وكان لهذه اللغة العريقة والعظيمة، لو قلنا الإجابة أجيبي بنعم أو لا أو إجابة صحيحة أو خاطئة، للغة العربية فضل عظيم وكبير على القرآن الكريم، صح أم خطأ؟ فكري قليلا في اللغة، في الجملة، للغة فضل على القرآن. تفضلي. القرآن الكريم هو الذي له كل الفضل على اللغة العربية، لماذا؟ لماذا؟ تفضلي. بارك الله فيك. أولا، ماذا فعل القرآن، ماذا فعل القرآن الكريم وبماذا تفضل على اللغة العربية؟ أولا، القرآن الكريم ساهم في حفظ اللغة العربية من التبديل والتحريف والضياع، فنجد أن القرآن الكريم له فضل على اللغة العربية في أنه لولاها لأصاب ما أصاب اللغات الأخرى من الضياع، ضاعت كثير من اللغات، أليس كذلك؟ لماذا بقيت اللغة العربية ثابتة وموجودة؟ باقية ببقاء القرآن، باقية ببقاء القرآن الكريم. فالقرآن الكريم حفظ اللغة العربية وليس العكس، ليست اللغة هي التي حفظت القرآن، لا، وإنما القرآن هو الذي حفظ اللغة. تفضلي. بارك الله فيك. طبعا كما قلنا أن اللغات الأخرى اعتراها الكثير من التغيير والتبديل والضياع والزيادة والنقصان، لكن اللغة العربية لأنها لغة الضاد ولأنها لغة القرآن، منحها القرآن الكريم الثبات والقوة والصمود في مواجهة التغيرات التي تعصف بأي لغة من اللغات. تفضلي هناك. في أي موقع كنت وبأي لغة تتكلم يجب أن تصلي الـ5 صلوات بماذا؟ باللغة العربية. إذن هذه لغة القرآن وهي اللغة العربية جعلت القرآن، أو جعلت القرآن الكريم جعل اللغة العربية لغة عالمية، بحيث إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لا يستطيعون أن يؤدوا الصلاة المفروضة عليهم إلا باللغة العربية، فهذا جعل لها شأن عظيم جدا، استوعبت جميع الحضارات، تجاوزت الحدود والسدود والأعراق والجنسيات والدول واللغات، لتكن هي أم الجميع لغة الضاد بفضل القرآن الكريم. بهذا القدر نكون قد أنهينا أو انتهينا من الحديث عن مصادر الثقافة الإسلامية إلى هذا الحين، وإلى أن نلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى، أقول على الحب التقينا وبالدعاء تعاهدنا وتواصينا، أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يرفع ذكرنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.